أكد المشاركون في ندوة ووقفة للجالية المصرية في سويسرا أمام مقر الأمم المتحدة أن مصر تعيش عصرها الذهبي في ظل ترسيخ الدستور المصري للحقوق والحريات. كما شدد أبناء الجالية المصرية على كذب وافتراء المؤسسات والجمعيات الحقوقية التي تتبنى خطاب جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرين إلى أن الوقفة إنما تهدف إلى إرسال رسالة للمصريين في الداخل أنهم متضامنون معهم في حربهم ضد الإرهاب، وأضافوا أن الجماعة الإرهابية تدفع بعناصر مأجورة في محاولة للتنظيم ولتنظيم مظاهرات فاشلة في جنيف، مؤكدين رفضهم محاولات الإساءة لمصر من جهات تستهدف أمنها وشق صفها.